مزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا يمان السيد مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. أهلا بك يمان. قبل الحديث عن موضوع المساعدات، لو تضعنا بصورة الوضع في داريا والقصف ومحاولات تقدم النظام هناك. نعم فرح، يعني منذ أن خرجت بالأمس وفد الأمم المتحدة من مدينة دارية بدأ القصف على المنطقة بكافة أنواع الأسلحة من مطار المزي العسكري وأيضا من الجبال، جبال الفرقة الرابعة. طبعا تركز القصف صباح هذا اليوم بشدة على مدينة دارية منذ الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 من ظهر هذا اليوم. تم استهداف المدينة ب 28 برميل متفجر، عدا عن القذائف والصواريخ وراجمات الصواريخ التي أمطرت المدينة بها من كافة المحاور، إن كان من المحور الجنوبي للمدينة أو من المحور الغربي. هذين المحورين اللذان طبعا تحاول قوات النظام التقدم منهما منذ صباح هذا اليوم. إذا فرح، منذ الأمس إلى حد هذا اليوم لم يهدأ القصف على مدينة دارية التي تشهد طبعا محاولات عنيفة للنظام للتقدم من كافة المحاور الست للمدينة في ظل تعزيزات كبيرة استخدمها النظام من عدة جبهات قريبة على تلك المنطقة، إن كان من منطقة الكسوة أو من مطار المزي العسكري. أيضا كان هنالك قصف يتركز على منطقة الدير خبية ومحاولة اقتحام جديدة لقوات النظام، لكن في منطقة دارية ومنطقة دير خبية تصدى ثوار المنطقتين لمحاولات النظام. طبعا كل ذلك في ظل القصف العنيف التي تعرضت له. أيضا كان هنالك استهداف منطقة دارية من قبل النظام البراميل المتفجرة وأيضا بالأسطوانات المتفجرة والحاويات المتفجرة التي يتم إلقاؤها من طائرات الهليكوبتر. طبعا فرح، لو تحدثنا عن المساعدات التي دخلت إلى مدينة دارية، هي 9 شاحنات دخلت إلى مدينة دارية في وقت متأخر من مساء الأمس. طبعا ضمت هذه الشاحنات سيارتين مواد غذائية لأول مرة منذ عام 2012 تدخل المواد الغذائية إلى مدينة دارية بحسب وفد الأمم المتحدة الذي دخل بالأمس. المواد الغذائية هي 480 سلة غذائية لأكثر من 2400 شخص لمدة شهر واحد. طبعا هذه الأرقام بحسب وفد الأمم المتحدة الذي دخل بالأمس. وباقي المواد هي سيارة محملة بالمواد الطبية إلى مدينة دارية، وباقي المواد هي عبارة عن قرطاسية وأيضا شوادر وبعض المواد المتنوعة التي لا تلزم الأهالي في ظل الحصار المفروض من قبل النظام وتجديد الحصار على تلك المنطقة منذ عام 2012. طبعا أهالي مدينة دارية طالبوا الأمم المتحدة بفك الحصار عن مدينة دارية وإدخال المواد الغذائية بشكل كبير لأكثر من 15,000 مدني متواجدون في تلك المنطقة، وأيضا يقوم النظام بحصارهم بشكل كبير. فهذه المواد التي دخلت بحسب الأمم المتحدة هي تكفي لشهر، لكن بحسب المجلس المحلي لمدينة دارية هي لا تكفي لمدة أسبوع واحد فقط. فمعظم المواد التي دخلت يتم الأهالي بحاجة لها بشكل كبير. لو تحدثنا أيضا فقط عن الخبر الذي وردنا قبل قليل وتحديدا من الغوطة الشرقية، وفي ظل الأقاويل والأحاديث التي تتحدث عن تشكيل الجيش الواحد وبعد موافقة جيش الإسلام وفيلق الرحمن على تشكيل الجيش الواحد، قبل قليل أصدر جيش الفسطاط بيان أيضا يؤيد انضمامه وموافقته على تشكيل الجيش الواحد في الغوطة الشرقية، وتحدث أنهم بحاجة لمثل هذا الأمر خصوصا بعد الاقتتال الداخلي الذي حصل قبل أسابيع وانتهى. والآن الغوطة الشرقية بحاجة جسم واحد وقيادة عسكرية واحدة من أجل استرجاع المناطق التي خسروها في السابق، وأيضا محاولة السيطرة على مناطق جديدة في الغوطة الشرقية وأيضا في مناطق دمشق طبعا بحسب البيان الذي صدر منذ قليل. أشكرك يا مان السيد مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف دمشق.